هو في اعتقادي أنا الشخصي أنه المغرب دائما في حالة حرب. المغالطة التي توجد عند بعض السياسيين وبعض الإعلاميين هو أنه المغرب لما وقع وقف إطلاق النار في 1991 اعتقد البعض أن إطلاق أن وقف إطلاق النار هو إعلان نهاية الحرب. بالنسبة إلي لا أعتبر نهاية الحرب، بالعكس الحرب انطلقت بشراسة ما بعد إطلاق ما بعد وقف إطلاق النار في 91، بدليل أن الثروات النفطية والعائدات المتأتية من بيع النفط والغاز الجزائري عوض أن تسخر لخدمة المطالب وانتظارات الشعب الجزائري سخرتها يعني الآلة العسكرية الجزائرية ضد المغرب عبر شراء المنظمات الدولية عبر تمويل الحملات واللوبيات التي تشهر يعني سيف العداء ضد المغرب. وبالتالي أنا بالنسبة لي يعني أتساءل مع نفسي يعني كيف للمغرب وهو الذي يواجه هذا يعني العدو الشرس على المستوى الشرقي لا يتوفر على بنية مؤسساتية في الهندسة الحكومية خاصة برصد كل ما يقع في الجزائر، لأنه المبدأ العام يقول اعرف عدوك. المفارقة هو أنه في بداية الاستقلال كانت لنا وزارة خاصة بموريطانيا ونحن لم نكن آنذاك في حالة حرب مع موريطانيا، فكيف والحالة هذه نحن في حالة حرب مع الجزائر ألا تكون لنا في الهندسة الحكومية وزارة خاصة بالعدو الجزائري؟ هذا من جهة. من جهة ثانية لم أقف فقط عند الدعوة إلى خلق وزارة خاصة بالعدو الجزائري، بل يعني تساءلت مع نفسي كيف للمغرب وهو الذي يتوفر على أزيد من 53 مؤسسة جامعية ولا تتوفر هذه البنيات الجامعية على خلايا وعلى مراكز بحوث خاصة بالجزائر يعني ترصد كل ما يهمها يعني على المستوى الاقتصادي الاجتماعي السياسي البيئي الجمعيات الحليفة للمغرب الجمعيات العدوة للمغرب النخب التي تتبنى طرح المغرب النخب الجزائرية التي تعادي المغرب إلى آخره، حتى يكون صانع القرار يعني على بينة من الأمر وحتى تكون لديه مجموعة من الوثائق والمعلومات والدراسات التي تساعده على اتخاذ القرار الصائب لما يخدم القضية الأولى كما قلت القضية ديال الصحراء التي تعتبر قضية شعب وليس قضية نظام.